بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات، وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناتي في كل مكان، في فيديو جديد ومع صيغة صلاة الرسل لكثرة الرزق وجلبه ولتكثير الخيرات بإذن الله تعالى وببركة الصلاة على النبي امتثالا لأمر الله تعالى. فهذه الصيغة المباركة تقرأ في أي وقت وبأي عدد تيسر لك. وطبعا أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت، فأثرها وتجلياتها على الرزق تظهر مع المداومة اليومية عليها، ولو لأعداد صغيرة، كمثلا أن تقرأها مرة بعد كل صلاة فرض أو أكثر إن أردت، كل واحد حسب ظروفه. وإليكم فيما يلي صيغتها المباركة: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد، بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وطراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، عين أعيان خلقك المتقدم من نور ضيائك، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك لا منتهى لها دون علمك، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. هذه الصلاة نكررها 3 مرات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. هذه الصيغة أيضا تقرأ 3 مرات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه رضاء الرضا، نكررها أيضا 3 مرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم ذي الخلق العظيم، وعلى آله وأزواجه وأصحابه في كل لحظة عدد كل حديث وقديم. هذه الصيغة أيضا نكررها 3 مرات. وكما قد ستكون لاحظتم أحبابي في الله، فإن الصيغ التي نكررها 3 مرات قد كتبتها بألوان مختلفة حتى لا تختلط عليكم. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا ببركة الصلاة على النبي. أشكر لكم متابعتكم، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم.